صناعة محلية حلقت بعيدا بالأحلام الجزائرية. إنه صنع ملحمة كوريتيبا. إسلام سليماني صاحب الرأسية الأغلى في تاريخ كرة القدم الجزائرية. وبين رأسيتي 2 جوان 2012 أول هدف للاعب بالوزداد السابق في مرمى رواندا، ورأسية 26 جوان 2014 عدد تهديفي فتحه صاحب 26 ربيعا كشيك على بياض تكتب عليه أفراح كرة القدم الجزائرية من غير حساب. الخط البياني لمهاجم الخضر كان دوما في ارتفاع، وبمعدل 12 هدفا وقعها مع الفريق الوطني منذ التحاقه سنة 2009 رغم بقائه على مقاعد البدلاء في وقت الناخب الوطني السابق عبد الحق بن شيخة، لتكون بدايته الحقيقية مع التشكيلة الوطنية في 12 ماي 2012 للمشاركة في التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2013 وكأس العالم 2014. قاهر جليد روسيا الذي اختير رجل المباراة في لقائي كوريا وروسيا على التوالي التحق بصالح عصاد كأحسن هدافي المونديال بهدفين، غلة تهديفية قد يقطف ابن مدينة عين البنيان ثمرتها الثالثة أمام ألمانيا لرد دين عمره 32 عاماً.